Hi dear students, in the name of God, the most gracious, most merciful. Let's start our lesson by talking about the complement of the last two structures of passive, which are present perfect and past perfect. طبعا طلاب اليوم نكمل موضوعنا المبني للمجهول آخر حالتين اللي هي المضارع التام والماضي التام. المضارع التام مفعول به has و have been past participle. الماضي التام مفعول به had been تصريف ثالث للفعل. لاحظوا طلاب هاي الجمل. شلون نحول الجملة في مبني للمجهول في هاي الزمنين؟ Many tourists have visited. ألاحظ الجملة الأولى have visited. نجي للجملة الثانية have finished. جملة ثالثة has written. جملة رابعة has typed. إذن بالوزاري أعرف إنه هذه الجمل مضارع تام من وجود has أو have زائدا شنو؟ تصريف ثالث بالفعل. إذن هاي تتبع القاعدة منو؟ السادسة في موضوع الباسف اللي هي المضارع التام. Many tourists subject. أني أريد أحول الجملة إلى مجهولة. هنا جدي يقول بالجملة السواح زاروا القلعة. أريد أقول القلعة تمت زيارتها. السواح إيش أسوي لهم؟ أحذفهم لأن تصبح الجملة مجهولة. Many tourists فاعل. Have visited verb. Have هي والبعدها نعتبرها verb لأن هي مساعد وهذا رئيسي. Have visited فعل أفصلهم بيش؟ بين. فهنا شو تفصلهم بيناتهم لاحظوا طلاب؟ The castle مفعول به الأوبجكت. شنحذف قلنا الفاعل نقدم المفعول به the castle القلعة قدمنا المفعول به منو الكاسل. مفرد تبهوا من تقدمون المفعول به شوفوا مفرد شو تصير الهاف هاز طبعا لأن الهاز مع المفرد الهاف مع منو طلاب مع الجمع. The castle has been visited. القلعة تمت زيارتها. Number two. The workers have finished the project. The workers subject العمال أنهوا المشروع. أريد أقول المشروع تم إنهاء من قبل من ما أعرف لأن العمال راح نحذفهم. The workers subject have finished there. The project object. Have عن الverb have عن الverb أفصلهم بيش been. شنحذف طلاب الفاعل شنقدم المفعول به the project. The project تبهوا قلنا من نقدم المفعول به مفرد مفرد إيش تصبح الهاف has الهاز للمفرد الهاف المن مع الجمع. The project has been finished. المشروع تم إنهاء من قبل من ما نعرف الworkers العمال حذفناهم. Number three. Leith has written short stories. Leith subject. Has written verb نفصلت بين. Short stories object مفعول به. إيش نحذف الفاعل شو نقدم short. Stories. نرجع ننبه مرة للطلاب. Stories جمع. شنقلب الهاز. Have. باعوا إذا مفرد. Has. إذا جمع. Have. Short stories have been written. Have been written. إذا قصص قصيرة تمت كتابتها. منو كتبها ما نعرف. Leith. حذفنا. Nobody has typed the report. Nobody subject. Has typed verb. إيش أفصل بينهم؟ بين. The report object. نحذف الفاعل. طبعاً طلاب انتبهوا nobody ولا أحد تدل على النفي. إذن بالحل من نحل الهاز أو الهاف نحولها إلى hasn't أو haven't. نحذف الفاعل نقدم المفعول به the report. The report. The report. هذا مفرد. Has هي تبقى has. وهي منفية تدل على النفي. Hasn't. The report hasn't been typed. هسه الأخيرة طلاب.
The writer had written two books before 1992. The writer subject. هسا دولاك الأمثلة اللي أخذناهم انتبهوا. Have visited مضارع تام. Have finished مضارع تام. Has written مضارع تام. Has typed مضارع تام. هسا عندي had written. Had written هو منو؟ Had written هو منو هذا الماضي التام؟ بالضبط نحله بالpassive voice نفس تطبيق قاعدة الهاز والهاف زائد تصريف. بس هو يعطيني الدليل ماضي تام من وجود منو؟ Had. The writer subject. Had written verb. Two books object. الكاتب يعني كتب كتابين قبل عام 1992. The writer أريد أقول كتبت الكتب. منو كتبها؟ من عرف الرايتر حذفناه. Two books نقدم المفعول به. Two books. شفصل الهاد عن الفير نفس الشيء بين. Two books had been written to before 1992. يعني كتابين كتبت قبل عام 1992. هاي الهاد زائد تصريف هو الماضي التام. بالهاد ما تلتزمون هنا بالفاعل بالمفعول به عفوا، سواء كان مفرد او جمع هو ياخذ هاد. استنتبهون في حالة المضارع التام مع الهاز والهاف. لما استفاديتم من المحاضرة كل التوفيق يا طلاب.